الأهلي يبدع ويمتع في شوط أول رائع ويتقدم على الإسماعيلي بثلاثة أهداف، ولا أجمل ولا أروع في شوط تألق بيرسي تاو. هنروح لفاصل ونرجع بعد كده لكباتننا الكبار ونشوف رأيهم إيه في الشوط الأول، شوط تألق النادي الأهلي. أرجوكم انتظرونا. بنرحب بكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين. كابتن شريف، شوط رائع للأهلي وبداية ولا أروع. والله ألف مبروك الشوط الأول، ثلاث أهداف. ألف مبروك بيرسي تاو، لعيب عنده شخصية، لعيب جريء جدا، عنده إمكانيات، عنده مهارات. كسب الرهان مستر موسيماني. كسب الرهان، يعني إحنا بصراحة إنه يلعب بمكسيوني وبيرسي تاو ويحط جنبهم أفشة كان في مخاطرة شوية. مش مخاطرة، هو أدرى يعني، إنما هي واضح ان كان عنده الثقه فيه. لم احد فينا يتخيل انه اللاين فيرود ده هيبقى بالشكل المثالي ده. صحيح. بالاداء ده، بالتنفيذ ده، بالاهداف دي. انت مرشح انك انت في الشوط الاولاني خلاص اربكت نادي الاسماعيلي كله، حتى بالمدير الفني وقاعد بيغير محمد عادل وبينزل محمد صادق عشان يمسك نص الملعب عشان يكون ليه وجود. صحيح. برافو موسيماني، برافو اللعيبه، ويلكم مستر بيرسي تاو. كابتن علاء، تألق بيرسي تاو في الشوط الاول واحرز هدفين، وبصراحه كان خطر جدا على مرمى نادي الاسماعيلي. هو في حاجه النهارده بس في السريع كده اللي خلت التفوق للنادي الاهلي، واحنا بنمسك الكوره حاجه بسيطه جدا بتتعمل. حمدي فتحي بيرجع كمساك، صح، بدل بينهم ناحيه اليمين، اشرف بيروح ناحيه الشمال. دول ثلاثه انت بتروح ضاغط على كل النص الملعب باثنين على الاطراف اللي هم علي واكرم. هي. وثلاثة انت واخد انت امتلاك تام للملعب مع غياب لعيب الاسماعيلي خالص، فانت دايما انت محاصر الاسماعيلي، انت ضاغط على طول، انت الكره معاك على طول، انت اللي عامل الضغط الهجومي، كل الاهداف اللي جت من ضغطك الهجومي، من مهاره اللعيبه اللي موجوده. احنا ما كانش فيه اعتراض على مهارات مكسوني وبيرسي تاو خالص. الشكل اللي احنا كلمنا عليه الحمد لله كلنا في الاستوديو هو اللي بتنافس في النادي الاهلي، مفيش مركزيه. بالزبط. مجدي دايما لحد كبير قوي، مجدي كان موجود ناحيه اليمين اكتر الشوط الاول. الجول الهدف اللي جه الاول كان مجدي في راس حرب، هو اللي لعب الكره بدماغه وراجل مكمل. هو الثلاثي اللي قدام بيتحركوا، ما عندهمش اي مشكله خالص حته التحرك، وعندك نص ملعب انت زاحم فيه كويس قوي، والكره دايما معاك. وزي ما قلت لك يا ايمن، اللي ينجح الطريقه دي امتلاكك للكوره. الشكل العام في النادي الشوط الاول النادي الاهلي اداء كويس جدا، امتلك الكره كويس قوي، لكن الاسماعيلي اعتقد التحسن هيبقى الشوط الثاني. الاسماعيلي في منتهى السوء الشوط الاول، ويحسب للنادي الاهلي ان هو استغل ده استغلال تام. بس الاسماعيلي عنده مشكله الشوط الثاني، لو عنده فتح مشاكل خطوطه كتير. هو عنده مشاكل دفاعيه اوريدي، لو فتح خطوطه ممكن يستقبل الرابع من غير ما يفتح خطوطه. لو النادي الاهلي لعب نفس الضغط الهجومي كده هيجيب الرابع او الخامس باذن الله رب العالمين. عنده مشاكل كتير قوي ان شاء الله. كابتن عادل، شفنا الشوط الاول لا مركزيه في اداء قفشه ومكسوني وبيرسي تاو، شكلوا ضغوط جامده جدا على مدافعين نادي الاسماعيلي، وظهرت الاخطاء وشكلوا خطوره على مرمى احمد عادل منهم. والاهم حاجه كده، يمكن النادي الاهلي ماتشات كتير بيبدا كده، ولكن استغلال يعني الاهداف. مظبوط. انت ثلاث فرص جات لك، احرزت منهم ثلاث اهداف، منهم البنالتي، وبعدين بيرسي تاو جاب الاحصائيات معانا يا كابتن اهو. بص، الاسماعيلي 38 اهلي 62، تمريرات صحيحه 182 224، ثاني 150 192، تصويب على المرمى 4 من 8 للاهلي 1 من 2 للاسماعيلي، ركنيات 4 على 1. طبعا كل الارقام لا النادي الاهلي متفوق النهارده. صحيح. جامد من الحته الهجوميه، اللي بتلعب في مكان في نص ملعب الاسماعيلي كويس قوي، واللي مساعدك في كده العمق الدفاع اللي عامله الصحراوي وباهر محمدي، عاملين عمق غير عادي يعني، مستغلوا لعيبه النادي الاهلي. ولكن في الاخر استغلال الفرص، النادي الاهلي لو خلى الفرق بتلعب على البلان الثاني، النادي الاهلي ممكن يزود ويجيب نتائج كبيره، بدليل انك انت جبت البنالتي الاولاني، وبعدين النادي الاسماعيلي بدا عاوز يعوض، انت اديته الثاني والثالث كمان. فاللي حصل في الوقت الحالي هتنزل الشوط الثاني، لو بدات بدايه قويه وجبت هدف، افتكر النتيجه تبقى عريضه النهارده. قصدك ممكن يحصل انهيار كامل للنادي الاسماعيلي، وممكن ترجع نادي الاسماعيلي لو ما نزلتش ضغطت تاني شوط ولعبت على الهجوم وجبت واحرزت هدف رابع ان شاء الله. المهم بدايات الشوط الثاني اكيد لازم الهدف الرابع يا كابتن عشان ما تدخلهمش في الجيم تاني. كابتن بلال، اسباب تقدم النادي الاهلي وظهوره بالمظهر الرائع ده الشوط الاول. اولا يعني احنا في صدد ان احنا نشوف ان شاء الله سته ثانيه يعني في ماتش النهارده. ثلاث اهداف الشوط الاول، اداء جيد جدا جدا جدا. كابتن علاء اتكلم في نقطه مهمه جدا،
هي وقفه لعيبه النادي الاهلي وطريقه اللعب نفسها، طريقه اللعب المختلفه شويه اللي احنا اتكلمنا عليها قبل الماتش، قلنا طريقه اللعب الهجوميه 3 4 3 بتلعب ب 3 سنتر باكس الثلاثه، حمدي فتحي بيقوم بدور مش الليبرو، بيقوم دور كانه برضه مساك، الاربعه الاثنين الباكين بيلعبوا كانهم وينجرز النهارده، وعندك الاثنين صانع الالعاب مجدي قفشه وميكسوني، وبرسيتاو المتالق النهارده بتحركاته الجيده جدا جدا، استغلال الفرص مهم جدا. يا ريت تنزلوا لنا ارقام بيرسيتاو الشوط الاول، يا ريت استغلال الفرص مهم جدا جدا. المهام الوظيفيه اللي بيأديها لعيبه النادي الاهلي النهارده دفاعيا وهجوميا، وباكد على كلمه دفاعين النهارده، وقفتك الدفاعيه رائعه جدا 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 زي ما اتكلمنا قبل الماتش وسالتني وقلت لك احنا بنلعب في الحاله الدفاعيه 4-5-1، مفيش فرصه لعيبه النادي الاسماعيلي للاختراق. لعيبه النادي الاهلي متمركزين بشكل جيد، الرقابه بشكل جيد جدا جدا جدا، التحول السريع واللي بيساعدك فيه تاو بيرسي تاو في النقله بتاعتك الهجوميه عاملها النهارده بشكل رائع جدا 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 جدا. الربط اللي ما بينه وما بين قفشه النهارده وميكسوني عاجبني جدا. صحيح. الربط اللي ما بينهم النهارده في ربط رائع جدا. مجدي قفشه النهارده 3 اسيست، يعني النهارده هو اللي عمل، هو اللي صنع، هو اللي عمل كره البنالتي، هو اللي صنع الهدف الثاني، هو اللي صنع الهدف الثالث، لعيب رائع جدا. لانه دايما يا كابتن يعني احنا شفناه مره واحده بس او مرتين ثلاثه، مرتين بيستلم من على اللاين من بره من على الخط، بقيه اللعب بيحاول ان هو يضم يبقى جنب او قريب من تاو وقريب من مكسوني، عاملين مثلث رائع جدا جدا. عجبني النهارده دور اليو ديانج في الملعب والضغط اللي بيعمله. صح. على طول باستمرار في نص الملعب. عجبني دور السوليه، حمدي فتحي تلقائي في الحاله الدفاعيه بيقوم راجع وبيقوم بيلعب بيقوم بدور المساك او السنتر باك. فلعيبه النادي الاهلي النهارده في تنظيم جيد، ممكن يكون لعيبه النادي الاسماعيلي يعني الاداء الدفاعي بتاعهم قليل، ولكن انت الضغط اللي عامله، التحركات اللي بتشتغل عليها النهارده، التنظيم اللي انت عامله في الملعب. في حاجه ثانيه يا كابتن بلال، روح وشخصيه لعيب النادي الاهلي موجوده النهارده فعلا، موجوده وبشكل كبير. كنا من فتره لكن النهارده موجوده بشكل كبير. الضغط اللي انت بتأديه. نعم، سرعه التهدي يعني الفرص اللي جت، استغلال الفرص. لا وكمان في حاجه مش ما كانتش بتبقى موجوده قبل كده يا كابتن، احنا دايما كنا نجيب هدف ونرجع لورا. مظبوط. نجيب هدف ونرجع للحاله الدفاعيه. النهارده انت بتجيب هدف وبتسعى انك تجيب ثاني، جبت الثالث طب بتسعى انك تجيب الثاني. طبعا يعني النهارده بتشتغل بفكره مختلفه. أيوة. او بفكر مختلف ان انا عايز اقتل الجيم. يعني كنا زمان كنا كابتن علي لو تفتكر كنا دايما دول مشكله النادي الاهلي انك بتتعادل، انك انت يعني الاهلي دايما احنا ما كناش متعودين انك تكسب وتتعادل. مزبوط. تكسب وتتعادل. النهارده لا، النهارده الامر مختلف، انك تكسب وعايز تكسب وعايز تقتل الجيم. ففرصه النهارده جيده بالنسبه لعيبه النادي الاهلي انه يعملوا هيف سكور في بدايه الدوري العام، تبقى انطلاقه جيده جدا، والفرق دايما اللي بتبتدي بشكل قوي بتفنش بشكل خاص. كابتن شريف، مستر موسيماني فكر ازاي الشوط الثاني؟ بنفس الشكل، الضغط اللي هو فيه. بشكر اللعيبه على المجهود اللي عملوه في الشوط الاول، لازم يبقى بيدعم الفريق ده. خدت بالك بنفس الشكل اللي بيتكلم مع بيرستاو، اللي هو زي ما بلال قال كده، عمل لنا حاله سريعه جدا لوجود لاعب ذو مهارات يقدر. مزبوط. ده اللي خلاك انت بتقول له ايه الشكل اللي لا، معانا عمق هجومي بيمسك الكره برأس واحد ورأس ثاني وعنده وسريع وعنده الجرأه وعنده الشخصيه ان هو يروح. صح. على الجول. انت كنت مفتقد الحاجات دي اللي هي مره واثنين وثلاثه. بلال قال كان بيجيب جول ونريح. لا. صح. دلوقتي انت بقى عندك فتح للشهيه قدام، انك انت تلعب لقدام. الخطوط كمان بقى بتتحرك بالستاره اللي هو عاملها ثلاثه في النص، بقت حاجه شكلها كويس جدا. كابتن علاء، الاسماعيلي يلعب ازاي الشوط الثاني؟ الاسماعيلي مش هي، ما فيش شكل يلعب الاسماعيلي. هو يعني الاسماعيلي يلعب يعني الاسماعيلي يلعب ما عندوش حلول كتير. اسماعيلي ما بيننا الريس الشوط الثاني، هو يا اما عايز يقلل النتيجه وعايز يعمل يعني النتيجه بحاجه في نص ملعبه. كويس، لكن هتعمل ازاي الحته الدفاعيه؟ هو عنده مشكله الاسماعيلي على كل الاجابات اللي احنا قلناها عن النادي الاهلي، قالها كابتن شريف وبلال وعادل، كل الاجابات اللي عملها النادي الاهلي الناحيه الثانيه كلها سلبيات للاسماعيلي. عشان تعالج السلبيات دي خلال شوط بمحاذير معينه، وعندك مشاكل في المساحات وعندك مشاكل في التمركز، الصحراوي يمكن على قد بيتكلم عليه، الصحراوي عامل مشكله كبيره في الاسماعيلي مش عارف واخدين بالهم ازاي منها. فخلاص انت عندك مشكله كبيره، انت هتقفل الملعب ولا عايز تقلل النتيجه؟ لانك لو فتحت الملعب انت هتسيب المساحات اللي النادي الاهلي بيدور عليها اللي هم بيتميزوا بيها. صحيح. ان هو الثلاثي الهجوم عنده حته المساحات دي امتياز، بيأدوها كويس جدا. واعتقد الاسماعيلي هيحاول ان هو بس يا دوب يقفل مساحاته ويبدل هجمات مش اكتر من كده باذن الله. كابتن عادل، سريعا هنشوف اهداف الشوط الثاني.
المفترض ان النادي الاهلي يضغط ويجيب الهدف عشان زي ما قلت لك الكابتن يقضي على المباراه خالص الرابع. المفترض كمان ان الاسماعيلي هيهاجم، ولو الاسماعيلي هاجم ممكن بالمرتده تقدر تستغل وتجيب هدف واثنين وثلاثه، وزي ما انت قلت لازم مكسب يدي انذار ان شاء الله. كابتن بلال الاستمرار بالشكل ده اكيد الاهلي هيسجل هدف باذن الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الاهلي الشوط الثاني ان شاء الله. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، ارجوكم انتظرونا.